الحديث المبارك الذي لا ينتهي عطاؤه، حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، بعدين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لن يفترقا. قف عند هذا الدليل الحديث حتى تعرف العطاء ما هو، لأن المولى جعل العتر عدلا للكتاب، فإذا كان القرآن عطاؤه لا ينتهي فالعتر عطاؤها لا ينتهي. دقيق. فعندما يقول لن يفترقا، الافتراق له ثلاثة معاني، ثلاث موارد الافتراق: إما الافتراق الزماني، وإما الافتراق المكاني، وإما الافتراق المعنوي الأخلاقي الفكري. شلون يعني؟ المكاني يعني أنت وصاحبك، أنت موجود صاحبك ما موجود، شي يقولون افترقوا مكانا، مو تشيولا لما أنتون فرعين واحد موجود بالمسجد والثاني ما هو بالشارع، شي يقولون افترقوا، لأن كل واحد بمكان. فالنبي شي يقول؟ يقول الكتاب والعترة لن يفترقا مكانا، يعني وين ما أكو كتاب أكو عترة، أي واحدة. ثانيا لن يفترقوا زمانا، يعني شنو؟ يعني ممكن واحدنا ساعة بالعشرة موجود صاحبه ما موجود، ساعة 11 يجي صاحبه هو ما موجود، صراحة يصير افتراق زماني، يعني ما يجتمعون في زمان واحد. عدل النبي شي يقول؟ يقول العترة والكتاب لن يفترقا زمانا، يعني اثنينهم موجودين في زمان واحد. ثلاثة الافتراق المكاني، شلون يعني؟ اثنينهم موجودين، الصديقان اثنينهم موجودين، لكن فكرتهم تختلف، اخلاقهم تختلف، ممكن هذا متدين هذا مو متدين، شي يقولون؟ افترقوا اخلاقا فكرا عقائدا. النبي شي يقول؟ لن يفترقا حتى فكرا واخلاقا، يعني اخلاقهم اخلاق القران. دقيق. فالنبي عندما يقول لن يفترقا، لن أداة النصب تفيد التأبيد، فالعترة لا تفارق الكتاب حتى يرد علي الحوض، يعني إلى يوم القيامة. زين ايش راح يصير؟ الكتاب هذا أين العترة؟ لو أكو عترة لو ما أكو، إذا ما أكو ما صار لن يفترقا، مو شكل؟ إذن يجب أن تكون العترة موجودة. قال صلى الله عليه وآله في صحيح أبي داود: المهدي من عترته.